هل هي مشكلة تنظيم، بمعنى مشكلة مجتمع مدني، مشكلة أحزاب مشتغلة بقضايا التحول الديمقراطي، هل هي مشكلة الشارع، هل هي مشكلة السلطة؟ هبة، أنا شايف إن هي مسؤولية مشتركة ما بين الجميع. عمال المحل عادة يعني مش أول مرة يعملوا مظاهرة، وكان في تنظيم مش ما كانش فيه، لكن الشغب اللي حصل ده نتيجة إن الغضب زاد، وإن الناس اتوعت أكتر من مرة، وإن ما كانش فيه وفاء بهذه الوعود. لكن الفكرة أيضا نقدر نقول عليها إنه في تحجيم لحركة المجتمع المدني في إنه يشارك وإنه يتحرك بحرية أكتر ويتفاعل أكتر. وده طبعا بيجي هذا التحجيم من قبل السلطة. تقولين أنه الشارع استفز من قبل السلطة؟ لا، ما قلتش كده، قلت الشارع شعر بغضب لأنه ببساطة شديدة وعوده اللي بيسمعها طول الوقت ما بتتنفس. لكن كذلك إحنا كمجتمع مدني بيشتغل عايز يوصل للناس، لأن أنا كذلك أنا عندي القدرة والوعي كنشطة أو آخرين مثلي أنه يعملوا أكثر تنظيما، يعني ينظموا أكثر المظاهرات والاعتراض، لأن ده شيء إيجابي مش سلبي أنك تعترض على شيء أنت شايفه أنه هو غلط. لكن المهم أنا مدى حركتي قد إيه، هل أنا متحجمة حركتي فمش قادر أن أنا أعمل ده وأوصل للناس، وبالتالي فالناس هي بتنظم نفسها لأن هي تعبانة مضغوطة. فهي يعني المسؤولية مسؤولية مشتركة. يعني السؤال المطروح دائما في العالم العربي عموما وفي مصر خصوصا، يعني مصر دائما ينظر لها عربيا باعتبار أنها مفتاح التغيير في المنطقة العربية بحكم يعني الحجم الديموغرافي في هذا البلد، بحكم التاريخ السياسي لهذا البلد، بحكم التاريخ الثقافي الحضاري إلى هذا البلد. السؤال يعني لماذا تنجح حركات شعبية في دول كثيرة حول العالم؟ نجحت في صربيا، نجحت في جورجيا، نجحت في أوكرانيا، نجحت مؤخرا في كينيا، لماذا تفشل المجتمعات العربية؟ لماذا يفشل المجتمع المصري اليوم من تنظيم نفسه بقوة والقيام بعصيانات واحتجاجات شعبية واسعة ومستمرة في تقديرك محمد؟ لماذا؟ يعني أين هي المشكلة؟ احنا نفتقد وجود معارضة قوية بتقدر توصل للناس، بتقدر تحدد مشاكلهم، بتقدر تساندهم. مفيش في مصر معارضة قوية بتقدر تعمل عملية تحريك للناس، ولا تقدر تفهم ايه مطالبهم، ولا تقدر تقدم لهم اجندة، او تقدر تنظمهم في هذا النوع من الاعتصامات. زائد الضعف ده ناتج طبعا عن وجود بعض القوانين المقيدة، سواء كانت للمجتمع المدني او للاحزاب السياسية او اي حركة ممكن شعبية. ممكن يعني تقول ان ضعف المعارضة سببه السلطة وقوانين السلطة؟ في جزء طبعا من ده، وهناك جزء تتحمل المعارضة واحزاب المعارضة المسؤولية ايضا طبعا. شيماء، والله في الحقيقة بس عايز اعلق على حاجة اللي قالتها هيبة، الجزء الخاص بالعنف او كده. انا في تقديري لا اتصور ان ما حدث في المحلة من عنف كان من المسؤول عنه المواطن. كان واضح جدا قبل الإضراب المحلة ما يطلع ان كان في مخطط من الدولة، من وزارة الداخلية تحديدا، انه يتم تحجيم هذا الإضراب وان يتم منعه. وكان واضح جدا في البيان اللي طلعته وزارة الداخلية قبل الإضراب بيوم، واللي انتشرته كل الصحف الحكومية وكمان المستقلة، ان الداخلية قالت انها هتضرب بيد من حديد. اذا من قال انه هيبدأ بالعنف، او من اللي قال انه هيبدأ يستخدم العنف، كان الداخلية. اذا انا في تقديري ان هناك يد للداخليه او في جهه ما يعني في كل الدول التي تحدثنا عنها، حتى في اوكرانيا لما قررت الجماهير تخرج الى الشارع حاولت السلطه ان تتدخل، وحاولت اجهزه الامن ان تتدخل لاحباط هذه التحركات. تمام. ولكن نجحت التحركات. تمام. لا، اللي حصل في مصر ان الاشاره العنف ما بداتش من المواطنين، لكن بعد ما بدات اشاره العنف اكيد المواطنين استفزوا فبداوا يمارسوا حاله من العنف. خلينا نرجع الى موضوع اللي بينجح. نرجع الى المعارضه، الى احزاب المعارضه. الى اي مدى هذه الاحزاب هي ضعيفه؟ الى اي مدى هذه الاحزاب هي غير موجوده؟ الى اي مدى هذه الاحزاب، احزاب المعارضه في مصر، منشغله بنفسها وبمشكلاتها الداخليه؟ الاحزاب منشغله، الاحزاب عندها مشكلات، لكن المشكله الاكبر في ان المواطن نفسه مش مهموم بالقضيه السياسيه، المواطن نفسه مش مهموم بالديمقراطيه، المواطن نفسه مش مهموم بالحريه، وبالتالي حتى لو لكنه مهموم بالمواطن المصري غير مشغول بالتغيير السياسي بالسياسه على الاطلاق. انا احب ارجع الاول لنقطه ليه الحركه الشعبيه ما ظهرتش من الاول ومن زمان، وظهرت الايام دي بس في عباره عن حركه شامله على مستوى مصر. ايه الحاجه الوحيده اللي اتغيرت وخلت الحركه دي ممكن تحصل؟
الضغط الاقتصادي موجود من زمان على فكره، موجود من زمان، والسعر عمال يطلع ومن زمان يطلع. حصلت يعني مظاهرات ومظاهرات اللي خلى ايه اللي زاد الشهر اللي فات وخلى بس الشهر اللي فات ده يحصل حاجه؟ عشان الناس تتحرك كلها مع بعض لازم يكون في ارضيه مشتركه، عشان توجد ارضيه مشتركه لازم يكون في حوار مشترك. لما تبدا تتحاور تبدا توجد الارضيه المشتركه تبدا تتحرك. ما كانش في وسائل حوار حره تقدر تحط فيها رايك، ويقدر زميلك يحط رايه، وجارك يحط رايه، وعدوك يحط رايه، وكله يبص على راي بعض. لما بدات تتوجد الادوات الشبكات الاجتماعيه اللي على الانترنت زي الفيسبوك، بدات تتوجد اليات اتصال واليات التواصل، دي خلقت ارضيات مشتركه. واول ما اتخلقت قضايا مشتركه شفنا حركات جماعيه بتحصل. هنا انت ايضا تشير الى ان احزاب المعارضه و حركات التغيير لم تلعب الدور المطلوب الذي لعب الدور. نعم. ربما هو جيل الشباب أمثالكم من الناشطين. نعم. عبر الانترنت وعبر الفضاء الإلكتروني. نعم. بس لا نغفل. طيب خلينا بعد نرجع منها حزب العمل الموقوف حاليا انه اشتغل. نعم. في الشارع وزع بيانات دعوة للإضراب مع انه موقوف عن العمل. طيب تتفق مع ما أثير ما طرحته شيماء عن ضعف عن مشكلة الأحزاب نفسها؟ طبعا طبعا، كل الأحزاب حاليا مشغولة داخليا بكراسي داخلية زائلة وألقاب بيحطها على صدره، لكن الحقيقة أنهم غافلين تماما عن المشكلة الحقيقية في الشارع المصري. يعني أحزاب المعارضة شريف، هل هي وجه آخر للسلطة؟ هي ضحية للسلطة ومعظمها بيتعامل في إطار المسموح به. إنما ما ننساش أن في حاجتين، السلطة تملك كل شيء يعني قادرة أنها تحول المعارضة لصنفين، صنف غير شرعي إنما مؤثر ويسمحوا له بالعمل وهم الإخوان المسلمين، وصنف شرعي لكنه غير مؤثر وهم الأحزاب العلمانية اللي بتسمح بوجود على الساحة. المواطن، الحركة اللي بدأت أخيرا دي حركة غير حزبية، بدأت بعيدا عن كل الأحزاب، وبدأ بها مجموعة شباب لا ليهم اتصالات ولا ليهم حسابات ولا ليهم تحزبات أو اتجاهات سياسية. معظمهم مجموعة من الشباب حتى غير مهتم بالسياسة بشكل عام. إنما حصل لأول مرة إن قضية تعريف الاهتمام بالسياسة بسام، يعني عندما نتحدث أن هذا الشاب أو لا غير مهتم بالسياسة، كيف نعرف؟ يعني السياسة قضية مختلطة، يعني من رغيف الخبز إلى البحث عن كرسي السلطة. دعني أقول لك أن المتعلق بالسياسة كل ما هو متعلق بالسلطة أو بطرق الحكم، ده كل متعلق بالسياسة. لكن خلينا أضيف أن فعلا الأحزاب الموجودة الشرعية لا تستطيع الوصول إلى قواعدها الشعبية أو تكوين قواعد جماهيرية حقيقية بسبب التدخل الأمني السافر جدا في شؤون الجامعة، واللي طالما غزت الحركة الطلابية لعشرات السنين في مصر، واللي بيها ابتدت حركة المقاومة الوطنية في عشرينات القرن الماضي، وجعلت من هذه الجامعة مصدر رئيسي لتغذية تيارات غير ديمقراطية زي تيار الإسلام السياسي. الحاجة الثانية هي عدم استطاعة المنظمات الدفاعية عموما ومنظمات حقوق الإنسان خصوصا على الاتصال. تقول أحزاب الإسلام السياسي غير الديمقراطية واحد